ذكرت له انه الجهاد في سبيل الله اليوم فرض عين على كل المسلمين، لكن ليس فقط في افغانستان بل وفي كثير من البلاد. ما حبيت طبعا فصل الكلام، لكن كفلسطين مثلا، لكن هناك حقيقتان لابد من التنبيه او التذكير بهما. قلت له اولا الجهاد يحتاج الى امرين اثنين او ينقسم الى قسمين: جهاد معنوي، عفوا، يحتاج الى امرين اثنين: استعداد معنوي واستعداد مادي. اما الاستعداد المعنوي فهو ان نكون مسلمين حقا لنستحق بذلك نصر الله كما قال تنصر الله رسوله. اما الاستعداد المادي فهو معروف، والمسلمون اليوم ليس عندهم استعداد مادي، لانه اسلحتهم كلها تاتيهم من الخارج وباثمان باهظه. وخلاص الكلام قلت له فالجهاد ليس جهاد افراد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الجهاد يجب ان يكون جهاد الحكومات الاسلاميه تهيئ شعوبها وتسلحها بالايمان والعتاد، وهذا بلا شك غير واقع اليوم على الاسف. وهذا المثال امامنا فلسطين، وانا اخشى ما اخشى ان تعود افغانستان فلسطين ثانيه. ولذلك فان كنت ترى ان هناك في استعداد للجهاد فجاهد، والا فالزم ما انت عليه من الدراسه. في مجال القاتل والجاهل، اما هو فلسطين مسكره. هذا بيقوله ليش هو قضيه طريق مفتوح، قضيه استعدادات معنويه وماديه. اولا يكون الافغانيين انفسهم المسلمين مش الملاحد يكونوا متفقين مع بعضهم البعض، ما يكونوا متفرقين. ثانيا يكون عندهم استعداد لصنع الأسلحة مش لشحادتها. الآن إن مع الأسف يعني أمر يرثى له، يعني عايشين عم يجاهدوا بشحادة ومو حاصين عليها. الضيفين اللي يجونا من مدة من مصر، واحد كويتي واحد سعودي، كنت انت حاضر اجتماع، جابوا لي مجلات لأول مرة بطلي مجلات باسم الجهاد في افغانستان. نعم لا ما اظن دارين بدون جابن. انت جبتهم انت جبت البريد. اذا انت دخلت معهم او كنت معهم؟ معهم الشخصين دول محمد موسى، ثلاث مجلات في الجهاد. التقيت انت مع دول الشيوخ اللي كانوا عندي؟ لا ما التقيت معهم، كنت على الشباب مع أسامة السوري الشباب السوريين. يمكن بقيوا هنيك في غرفة الضيوف وما أخذتهم إلا يوم إجوا هني. الشاهد قرأت منهم يعني شيء مؤسف، بيقولوا هناك حقائق إنه أكثر الدول العربية لا تمدهم. السلام عليكم. لا بالأفراد ولا بالعتاد. بعدين إنما هما دولتان السعودية والباكستانية. وبعدين ما بيمدوهم باللوازم.
بيمشوا شهر على البغال والحمير لحتى يهاجموا نقطة روسية سوفياتية. بدهم كاتبين حساب دقيق، بدهم بس مشان الخبز يحصلوا عليه كذا مليون دولار في الشهر ومو محصلين. هدول شلون بدهم يجاهدوا يا جماعة؟ هدول أنجا يخلصوا حالهم من الموت الطبيعي، مش الموت السلاح تبع الروس. والدول العربية يعني عم تتفرج، وأنا والله قلت من سنة أو أكثر من سنة أنه هذا كله تخطيط أجنبي، يعني الإمدادات اللي عم تجيه من طريق الأمريكان من طريق السعودية والباكستان هو إمداد أمريكي. فبيمدوهم أنه لهون بس، الدار ما تقدر تمشي بس لهون، وهذا مشان يعيدوها فلسطين ثانية. هم المقصود هناك اللي بتقاتل الروس والأمريكان وهون بتقاتل الروس وبتحسن أنا منطقة باكستان أفغانستان وهنون وكل هناك كل باكستان وفلبين وكل هذا بيشتغل فيها الروس هناك. هنا الأمريكان بيدعموا هناك الروس بيدعمون هذا هو سوريا من جملة المكاتبين. قال في باكستان 13 حزب سياسي، قال ما بيأيدنا غير حزبين بس، هاي باكستان دولة إسلامية يعني فيها 13 حزب سياسي ما بيأيدوا الأفغان في جهادهم غير حزبين. هاي سيدي إذاعات الدكتور هذا درويش درويش هذا سوري استقطاب عوارض الناس هو هذا. وفي بعض الناس رأيه أنه المفروض على المسلمين الآن الجلوس في الانتظار حتى ظهور المهدي المنتظر من توفيق بهذا هذا الحكي. أعوذ بالله شو وردوا؟ لأنه لو كان والد كان صلاح الدين انتظر هذا المنتظر. أعوذ بالله، بس هذا بيعدوا الناس المتواكلين والمقصرين مشان يبرروا تقصيرهم.